الإمارات وضحها الشيخ نهيان الله يحفظه أول يوم المؤتمر، وذكر ما زالت القدس لا تزال هي القضية مهمة في دولة الإمارات أدبيا وسياسيا واجتماعيا وغيره. والشيخ نهيان تطرق كلام جميل رائع لما أشار لهذا الأمر الموضوع هذا تحديدا. يعني أنا كانت ورقتي عن الإشارات الواردة في القرآن الكريم عن بيت المقدس وفلسطين في كتب التفسير. طبعا هناك عند كلمة الأرض، كلمة القرية، لفظة المسجد، لفظة المسجد الأقصى، المكان الشرقي، الربوة، هي كلها ألفاظ قرآنية تشير إلى مواضع جغرافية.